عرفنا ان النهارده هيكون الجو حر شويه من لين ده، لكن ايه اللي هيحصل تاني؟ هل هيكون في تراب بالليل؟ هيكون برد ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من لين ده. لين ده الحقيقه في تراب منها النهارده هيكون ولا في لا؟ نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، وبالليل الطقس هيكون شديد البروده طبعا كالعاده. تعالي نشوف بقى التفاصيل. اتفضل. الارصاد الجويه تتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده، والطقس هيكون مائل للحراره الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافي على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وهيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد كمان. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحرارة، خلونا نروح للدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، عايزين نعرف ارتفاع درجات الحرارة هتستمر معانا النهاردة لحد الساعة كام؟ هو يمكن النهاردة خلال فترة النهار هتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة. متوقع العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تكون 27 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن الأمس. فطبعا الارتفاع ده هيخلينا نشعر بيه ان الطقس خلال فتره النهار هيكون مائل للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن مع دخول ساعات الليل ودخول الجبهه البارده تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، يمكن كمان تنخفض عن يعني الصغرى بتاعه اليوم ده بحوالي درجتين. يعني متوقع الصغرى على القاهره الكبرى خلال ساعات الليل توصل ل 10 و11 درجه مئويه، هيتحول الطقس لشديد البروده خلال ساعات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. يمكن كمان ده هيكمل معانا لغدا الخميس والجمعة، هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي 7 درجات مقارنة باليوم. يعني احنا اليوم بنقول 27 درجة مئوية، غدا متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، فالانخفاض هيكون ملحوظ خاصة مع وجود نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهورية. غدا سرعات الرياح تكون ما بين 40 وال 50 كيلو متر في الساعة، فده اكثر هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره غدا باذن الله. طب يا دكتور، مع انخفاض درجات الحراره بكره هل هيكون في ظواهر شتويه تانية هتظهر بدايه من بكره؟ بالفعل يا فندم، هيبقى في ان شاء الله الخميس في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري، هيكون معاها فرص لسقوط الامطار الخفيفه، لكن هي امطار غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. خلينا ننوه ان النهارده كمان في نشاط للرياح، ورياح جنوبيه غربيه هتكون مثيره لبعض الرمال والاتربه خاصه في الاماكن المكشوفه الطرق الصحراويه، فهيكون في رمال مثاره. ان شاء الله يعني الانخفاض في درجات الحراره هيكون الخميس والجمعه، ونبدا من السبت تاني نعاود الارتفاع التدريجي في درجات الحراره. طب بالنسبه يا دكتور لحاله البحر، هو حاله البحرين اليوم هتكون يعني البحر الاحمر الاول معتدله ومؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن من مساء اليوم هيبقى في اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. متوقع ان ارتفاع الامواج يعني من مساء اليوم الى غدا الخميس ان شاء الله هيوصل 5 متر على البحر المتوسط، وهيكون غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. طيب بالنسبه للمتبقي من شهر مارس يا دكتور، هل هنشوف اي تقلبات تانية الفتره اللي جايه؟ طبعا هو شهر مارس كله معروف بالتقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، لان هو شهر انتقالي من انخفاضات درجات الحراره في فصل الشتاء دي طبعا فصل الربيع اللي معروف بارتفاعات درجات الحراره. هيبدا تغير في الكتل الهوائيه من الشماليه الغربيه للجنوبيه الغربيه، فوزع على مدار شهر مارس ان شاء الله يحصل تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره. عشان كده احنا دايما هننصح الساده المواطنين في الفتره دي عدم الانخداع طبعا بفترات الاستقرار او الارتفاع في درجات الحراره، وهيستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل على الاقل ل 20 مارس على انتهاء فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع باذن الله. شكرا لحضرتك دكتور منار. يعني مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 12، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12، سيوة العظمى 25 والصغرى 10، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 12، دمياط العظمى 23 والصغرى 11، الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 12، السويس العظمى 27 والصغرى بتسجل 12. هنروح للعريش العظمى فيها 24 والصغرى بتسجل 10،
طابا العظمى 26 والصغرى 13، سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 3، شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، الغردقه العظمى 27 والصغرى 14، الفيوم العظمى 27 والصغرى 10، بني سويف العظمى 27 والصغرى 10، والمنيا العظمى 28 والصغرى بتسجل 8. هنروح لأسيوط العظمى فيها 28 والصغرى 8، سوهاج العظمى 28 والصغرى 9، قنا العظمى 30 والصغرى 10، الأقصر العظمى 31 والصغرى 10، أسوان العظمى 32 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 8، شلاتين العظمى 31 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى بتسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا.